مغمز ولا السيد على باله بي. لقيت روحي في مأزق خطير، معني مش معقول نرجع الورقة بيض. فيلزمني أكل المعاناة اللي عانيتها فك الدقائق ذوكم، خليتني نولي شاعر. ساعات المعاناة والعذاب يردوك شاعر. فأنا قريحتي هاجت، كتبت زوز أبيات شعر. عيب نرجع الورقة فارغة، نرجع الورقة فارغة حتى في سبرنا عيب ما يجيش. فأنا معناها قررت باش نكتب زوز أبيات شعر يحكيوا على المعاناة تاعي مع الزميل الجحود اللي انكر جميلي واللي تنكر لي واللي خلاني في ورد. كتبت زوز أبيات شعر على الحالة بالضبط كيفاش هو بجنبي والدفوار والمات نتذكرهم، قعدت حافظهم سبحان الله. نقول فيهم: أقول وقد جلس بقربي سويحب، أيا جارية هل فهمت السؤال، أيا جارية ما أصعب المات دونك، تعال أقاسمك الجواب تعال. جميل، يعني حتى الشعر مشيكس. مازلت وكنت التلميذ النجيب اللي رجع ورقته لولين، يعني زميلي ساعة قد علي يشوف فيا هز الورقة نتاعي وخرجت قبل الناس كله، قبله هو لولاني في المات ومشيت على روحي. وقت ترجع الدفورة المأزق الكبير خممت باش نغيب باش نبعد الفضيحة شوية، بعد قلت برا نمشي مش مشكل. أستاذ المات وقتها سي هشام الزيات، لو كان هو يتفرج فيا نحب نحييه برشا، خاطر فريمون عمل معايا جيست تاع العمر. وقت اللي رجع في الدفورات خلاني الاخراني رجع قال سمير الوافي، مشيت مدنكس مهبط راسي حاشم، مد لي الورقه قال لي 13 لا جكروا 16 سيرفان. قال لي انا ما في وذني، قال لي انا ما عطيتكش 16 على الماء، عطيتها لك على الشعر. الأستاذ كان فريمون عمل معايا جيست غريبة ياس ونجحت استنست. ولا الشعر يجيب سيز وفا في المات، يعني حاجة هي ياس ولا يلزمني نتعلم الشعر. في العام الآخر عودت قصيدة أخرى تعديت على مجلس تأديب مع أستاذ آخر. جميل. بي أنت مكشخ ولا كلوبست؟ لازم نجاوبك يعني؟ لازم تجاوب بطبيعة الحال. لازم تحرقونا يعني؟ لازم نحرقوكو يعني. والله بون بتعرف أنا مذيع وعندي عباد تحبني وكذا ومتنوعة، كل واحد شنو فريقه. أما هذا انتماء يعني. نتمنى أنهم يقبلوا لي أنا إسبيرانتيست. يا مكشخ. سمير الوافي طلع مكشخ. طلعت مكشخ. موقف طريف مريت بيه. وانت تكشخ على خاطري مكشخ. بطبيعة الحال. موقف طريف مريت بيه في حياتك المهنية. موقف طريف؟ في حياتك المهنية. والله ما نتذكرش برشا مواقف طريفة. ربما الكاميرا كاشين تاع التمساح اللي تخدمت لي بطريقة طريفة ياسر يعني. يعني من الحاجات اللي ما يتنساوش يعني، كلمني زميل معز بن غربيه كانت علاقتنا باهيه وقتها برشا، وقال لي راهو فما مذيعه مصريه، سرب لي في الجمله كلمه مذيعه مصريه مزيانه. وانت عاده ترمي روحك. لا مش نرمي روحي، علاش؟ اكيد قلت عاده مزيانه انت قلتها. لا لا ما نرميش روحي، مش لهالدرجه. شفتني رمي روحي مره على مزيانه؟ لا مش شفتك على كلامك. كلامك يا سمير. سبحان الله. الجمال كلنا نحبوا الجمال ونموتوا على الجمال. كلمني سي معز من غربيه قال لي راهو عندنا مذيعه مصريه جات من مصر خصيصا باش تعمل حوارات مع بعض المذيعين التوانسه. وراهي اختارتك انت وراهو تعجبها ستيل نتاعك وهيج فيا شويه غرور، فهمتوا؟ وراهو يفدلك هو، قال لي راهي مزيانه وكذا. قلت له باهي سون بروبليم، قلها اعطيه النمر وخلت تكلمني. بعد دقائق كلمني صوت ناعم هادئ ولا صوت فيروز، صوت جميل دافي مثير مغري. يعني ضربت لي على الأوتار الحساسة، كلمتني بطريقة يعني
أستاذ سمير وأنت تعجبني برشا ما نعرف شنو ما خلطتها لهجة تونسية ما نجمش نحكي باللهجة المصرية تعجبني برشا وتبارك الله عليك وأنا معجبة بيك وأنا نحب نشوفك ديجا وهاي جات الفرصة قلت لها أوامرك أنت تؤمر يا جميل أوامر. أنت تؤمر يا جميل أنا في خدمتك يا جميل عملنا رانديفو باش نمشي للاك باش نقابلها يعني باش نقابل فتاة جميلة مذيعة جميلة حضرت روحي كذا ماشي الموعد مع مذيعة جميلة جميلة جدا حسب أوصاف زميلي وصوتها الناعم اللي يوعد بأنه فما موعد جميل مشيت فوالا مشيت لقيت روحي مع تمساح جميل لا وفي الاسانسور نحضر في روحي نسوي في الفيست وكذا تحل الاسانسور نلقى تمساح واضح بك والمذيعة المصرية طلعت تونسية تخدم مع معز بن غربي بما انك انت حكيت الدور بما انك حكيت على الجميلات هذا يلزني لاخر سؤال سمير الوافي قاعد يعيش قصة حب توا والله ما نحبش نحكي على حياتي الشخصية قصة الحب اللي قلت لك عليها هي أقوى قصة حب مع خدمتي حياتي الشخصية توا سمير الوافي اسمح لي سؤال هذا ما نجاوبش عليه بس فقط سؤال واحد هذا يظهر لي للمعجبات الناس الكل راوك اللي تلقاها واحد معروف ما يحبش يقول يقول لك نمشيش نقول أي المعجبات يتنحوا عليا لا 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 ما يتنحوش المعجبات حتى تعرس يعني المعجبات يقعدوا معجبين باش بالمذيع بالواحد المعجبات علاش انا باش نحب على 20 وحده مو في النهايه ثم وحده باش نكون ملك شخص واحد طفله واحده امراه واحده ومن نجم ديجا انا ما نكفي كان امراه واحده معناها صالح باش نكون المراه واحده السكسي يطلب معجبات بين الشخص والشخصيه الشخص ملك امراه واحده والشخصيه المذيع ملك الألف مواصفات فتاة أحلامك ثم مواصفات كلاسيكية جدا اللي هي المعروفة أنه متربية بنت عائلة كذا الحاجة سبيسيال شوف بصراحة في الحب ما ثماش مواصفات ترسم مواصفات في ذهنك ثم ما تنجمش تختار لأنه هي ساعقة تضربك رجة تشبه للضربة نتاع الكوران تشوف مرأة ما تعرفش علاش اخترتها علاش وليت تحبها تشد ثنية معاها يعني صاروا حاجات ساعات غريبة في حياتي في الميدان هذا يعني ساعات بنات تخيلش اللي انت تنجم تحبها تولي مغروم بها ومتعلق بها يعني عشت ثلاثة قصص حب كبيرة برشا في حياتي يا حنين يا سمير الوافي يا أهلا وسهلا حاجة أخرى أنا حاليا نخمم كم في الاستقرار ما نخممش في تضييع الوقت أو في العلاقات العابرة ومانيش مستعد نعطي حتى ساعة للعلاقات العابرة بصراحة معناتها العائلة والعمر والمتطلبات النفسية وكل شيء نحب على الاستقرار ونحب أني تلقى بنت الحلال ربي ينوب عليك بنت الحلال هذا إش كان عنا ليلى سمير الوافي ندمت على حضورك معايا بالعكس بصراحة من غير نفاق ومن غير تملق هذه من أحسن الحصص اللي حضرت لهم خاطر كنت كما أنا ونجحت باش تخرج فيا الشخص الحقيقي اللي ما يعرفوش الناس ونشكرك برشا على أسئلتك الراقية كما وعدتني على احترامك الكبير على أنك كنت راقية مذيعة راقية برشا نتمنى لك النجاح لأنك تستحق النجاح بكل صراحة حتى اللوك نتاعك يعجبني ونحبك تتمسك به لأنه في النهاية يميزك وباهي راهو التميز مهما كان مهما كثروا المعارضين نتاعك والنقد اللي فات أنهم يحكيوا عليك تعلمها هذه راهو حاجة باهية أنا نرى فيك أنه عندك المواد الأولية باش تكون مذيعة ناجحة شكرا ناقصتك ربما الإمكانيات شكرا سمير الوافي هذه شهادة أعتز بها يعيشك هذه حق معناها كلمة حق ونحب نشكر قناة حنا بعض مرة أخرى جميل وأنا سعيد برشا بوجودي في قناة حنا بعض
جميل سمير الوافي. نرجع ونقول لك احنا يعني نقطة صغيرة في بحرك. يعيش احنا ميرسي على المجاملة. يعيشك. احنا وصلنا للختام الحلقة متاعنا. إذا كان تحبوا تتفاعلوا مع البرنامج اتصلوا بينا على الموزع الصوتي 88 40 20 90. تصبح على خير. شكرا.